ولمزيد من التفاصيل مجدة عن هذا الموضوع، نتحول بكم مشاهدينا إلى مطار الجزائر، ويلتحق بنا الزميل محمد سعدوي. محمد، مساءك سعيد، هل كنت توافينا عن تفاصيل هذا الإضراب الذي دخل فيه عمال وتقنيو الخطوط الجوية الجزائرية، وهل لا تزال الرحلات سواء داخلية ودولية معلقة إلى إشعار آخر؟ مساءك أسعد زميلي محمد بسة، وكذلك زميلتي مجدة وكل مشاهدينا الكرام. فيما يخص الإضراب، وقد علمتم أسبابه الذي شنه تقنيو الجوية الجزائرية، كان لا يزال متواصلا إلى غاية الصبيحة لما حكمت محكمة الدار البيضاء بعدم شرعيته، لينتقل محضر قضائي إلى النقابة ليبلغها بالحكم. فعادت الحركة ولو نسبيا قليلا جدا إلى المطار الدولي، فكانت هناك بضع رحلات، جمعت مثلا رحلة إلى باريس ومارسيليا، جمعت رحلتان أو ثلاثة ثم ذهبت، أما الباقي فلا رحلات، خاصة الرحلة إلى فيينا تم إلغاؤها نهائيا، والرحلة إلى مطار أورلي بفرنسا الذي من المنتظر الذي كان من المتوقع لها وكان مبرمجا لها أن تنطلق في منتصف الليل قد ألغيت. أما عند الخطوط الداخلية ونحن متواجدون في الباحة هنا، فمن أصل 39 رحلة ألغيت 35، يعني لم تنطلق إلا 4 رحلات صبيحة اليوم، هي وهران، باتنا، أدرار، وتيميمون. وتيميمون يجدر الذكر أنها رحلة خاصة، رحلة لبحثة من الأطباء، يعني وهران، باتنا، أدرار، وتيميمون، فقط هذه هي الرحلات الأربعة فقط التي انطلقت من أصل 39 من مطار الخطوط الداخلية هنا. أما جميع الرحلات الأخرى فقد تم إلغاؤها كليا. أما الآن فلا حركة في المطار، التسجيلات مغلقة وكل الرحلات مغلقة إلا بضع رحلات تم تأجيلها لغد. أتكلم عن قسنطينة عند الساعة 10، يعني بعد ساعة ونصف من الآن، يعني ربما هذه معلومة تفيد كثير من المسافرين. قسنطينة عند 10 ستنطلق الرحلة، عندنا تلمسان، غردايا، وأدرار ستنطلق الرحلات عند 6 صباحا إلى غد، يعني أنها ألغيت تماما اليوم. أما حسي مسعود فستنطلق عند 5 صباحا. ربما أكرر ليستفيد ربما المسافرون، قسنطينة عند 10، يعني بعد 1:30 من الآن ستنطلق، تلمسان، غردايا، وأدرار فجر الغد عند 6 صباحا، أما حسي مسعود عند 5 صباحا. أما الباقي فلا رحلات، فكل الرحلات قد ألغيت، وهذا ما أثار استياء كبيرا وكبيرا جدا عند المسافرين الذين حلوا هنا بالمطار. تصور كل ساعتين يقال لهم بأن رحلتكم ستكون بعد ساعتين بعد ساعتين بعد ساعتين، ثم لا رحلة ثم لا رحلة. منذ قليل كنت مع أحد المسافرين، يعني مع رضيعين، منذ 6 صباحا كان من المفروض أن يذهب إلى قسنطينة، إلا أنه لم يغادر المطار إلا عند الساعة 8 كسؤال مساء. أخير زميلي السعداوي، ماذا عن الرحلات المبرمجة ليوم غد، خاصة بعد أن أبلغ المحضر القضائي نقابة عمال وتقنية الخطوط الجوية الجزائرية بعدم شرعية إضرابهم؟ وماذا عن الرحلات الدولية ليوم غد، خاصة الرحلات نحو كل من مطار أوغلي وشارل دوغول؟ يعني هنا يمكن القول بأن الإضراب لا يعلمون إذ كان سيستمر أم لا، أما هو حاليا فمستمر. أن يستمر الإضراب يعني أوتوماتيكيا لن تكون فيه رحلات، حتى وإن كانت رحلات فذلك سيكون حد أدنى بضع رحلات، ثم تتراكم الرحلات بسبب تأخر في المطار الدولي. أما في المطار الداخلي فحدث ولا حرج، تقريبا كل الرحلات ألغيت، وربما النقطة السوداء هي أن المواطنين والمسافرين ومستغلي الخطوط الجوية لم يبلغوا بهذا الإضراب، لذا اضطروا لقضاء ساعات وساعات من هنا. ربما ما إذا أردت بس وإن كان يسمح الوقت، معي مسافر هنا، أخ تفضل معي. 30 ثانية فقط باختصار. نعم لنعطيه فقط الوقت. السلام عليكم. عليك السلام. الأخ ممكن تقول لي الاسم كريم؟ بربوشي نجي. قولي أخي، يعني أي رحلة أتيت إليها، على أي ساعة، وكم انتظرت هنا؟ يعني يا اخي انا من الثالثة هنا، من الساعة الثالثة هنا، الثالثة زوالا. هاي الثالثة زوالا، عندي الفول تاع الخمسة وما كانش مستنى من الصباح اللي سقسيت، يقول لي ما على باليش، والله ما في اخبار، ما في اخبار، والله يعني نستناو، ما قلنا نروحوا، ما قلنا نمشوا، ما قلنا الطيارة من بعد، ما عرفناش. وانت الاضراب هذا كنت سامع به من قبل ولا يعني ما علموكمش؟ ما سمعت به، والله ما سمعت به. يعني
شكرا اخي العزيز، بارك الله فيك. يعني زميلي بس يعني هذا الكلام يختصر المعاناه التي قضاها المسافرين هنا. شكرا جزيلا لك زميلي محمد السعداوي على كل هذه التفاصيل، حدثتنا من مطار الجزائر.